صباح عليكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. ده موعدنا مع فقرتنا السبت معاكم دنيا الجمال مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن السمنة ومشكلة دايما المصريين هو وجود السمنة في أماكن معينة وعدم توزيعها في الجسم بشكل متناسق. عايزين الأول يا دكتور نعرف إمتى أقول إن أنا عندي سمنة وإن الموضوع خلاص دخل في مرحلة مشكلة لابد من تخفيض الوزن. هو زيادة السمنة زي ما احنا بنتكلم دايما بنقول ان هي زيادة الوزن بنسبة 15% او اكتر عن الوزن الطبيعي المقابل بالنسبة للسن، بالنسبة للعمر، بالنسبة للجنس، بالنسبة لذكر او انثى. الحقيقة كلمة 15% او اكتر دي لازم نميز بين السمنة وبين ما يسمى بالإديمة اللي هي تراكم الدهون اللي هي تراكم السوائل في داخل الجسم الناتجة عن اي خلل بالنسبة للقلب او بالنسبة للكبد او بالنسبة للكلى. يبقى السمنة عبارة عن تراكم الخلايا الدهنية بينما الإديمة هي تراكم السوائل في داخل الجسم. نبصل من 15% الحقيقة بنحسبها بطريقة بسيطة قوي. كنا زمان بنحسبها نقول الطول ناقص 100 والحاجات دي كلها، يعني لو طولك 180 سنتي مثلا يبقى الوزن مثلا 80 سنتي ده الوزن المناسب 80 كيلو، ولو زاد عن كده يبقى ده مشكلة. لكن دلوقتي بنحسبها بحاجة أكثر دقة اللي هي ما يسمى برقم الكتلة، ورقم الكتلة عبارة عن حاصل قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. بيديني رقم، الرقم اللي احنا بنتكلم عنه هو يديني الجسم ده شكله ايه. فلو كان الرقم ده اقل من 20 او من لغايه 20 ده يعتبر وزن مثالي بالنسبه للانسان. من 20 ل 25 دي السمنه الموضعيه او السمنه البسيطه، من 25 ل 35 السمنه المتوسطه، واكثر من 35 اللي هي السمنه المفرطه. النهارده احنا خصصنا الحلقه يا استاذه ان احنا نتكلم عن السمنه البسيطه او السمنه الموضعيه او السمنه اللي فيها رقم الكتله من 20 ل 25. انواع السمنه ايه يا دكتور؟ خصوصا ان ممكن تلاقي حضرتك الوزن متساوي بين شخصين ورغم كده في اختلاف تام في الشكل والمظهر الخارجي. شوف هو الوزن بيفرق بالنسبة للعظم على فكرة، يعني بنلاقي الذكور والإناث لو جينا نعمل الوزن نبص نلاقي إن العظم بالنسبة للذكور بتوزن أكتر، ولكن عدم التناسق ده بيخليني أدخل في أنواع السمنة. زي ما أنا قلت في البداية إن السمنة بنقسمها لسمنة بسيطة أو سمنة موضعية اللي هي ممكن تكون عبارة عن تراكم دهون في حتة بسيطة مثلا أسفل البطن، مثلا الجناب، أعلى الفخذين من أعلى، وهكذا، أو جانبي الثديين، دي ممكن تكون سمنة بسيطة. السمنة المتوسطة اللي فيها بنلاقي في المثال الكبير قوي ترهل عضلات البطن، ده بنلاقيه يا إما مثلا في واحد أو واحدة رياضية كانت رياضي عنيف ورياضة جامدة وبعدين بطلت السمنة وبعدين ابتدى يحصل ترهل في عضلات البطن، أو إن احنا بنلاقيه المنظر اللي احنا حاطينه ده اللي هو الكرش اللي هو ترهل عضلات البطن اللي هو النوع الثاني من أنواع السمنة اللي هو بيبقى فيه بروز في عضلات البطن، وممكن يحصل في السيدة اللي هي بيبقى فيه تكرار لمرات الحمل ونبص نلاقي فيه عندها هذه السمنة. دي مشكلة متكررة دايما. أسباب السمنة إيه يا دكتور؟ مع العلم طبعا إن في أسباب وراثية، ولكن دايما عندنا كمصريين مشكلة الأكل الغير صحي، الفاست فود، حتى الأدوية اللي بتتاخد بطريقة غلط. شوفي أسباب السمنة كثيرة جدا، زي ما سيادتك بديتي بسبب وراثي، إحنا بنلاقي السمنة ساعات بتبقى سمنة وراثية، ودي بنلاقيها في العائلات، يعني مثلا نلاقي عائلات في تضخم في منطقة الثديين، خلاص. وفي عائلات نلاقي مثلا في تضخم في منطقه الحوض او منطقه البلفس او اسفل البطن والكلام ده كله. ففي سمن وراثي، كنا زمان نقول السمنه مش وراثيه، لكن من حوالي 10 15 سنه ثبت ان في جين موجود على الكروموزوم 17 ليه علاقه بالسمنه، وابتدينا نقول ان السمنه وراثيه. في اسباب ثانيه كتيره قوي، مثلا تغير في الغده الصماء، يعني كسر في الغده الدرقيه في الرقبه او الغده الجبهه النخاميه اللي في موجوده في قاع الجمجمه او الغده اللي فوق الكلويه، دي كلها ممكن يؤديني الى انواع مختلفه من السمنه باشكال مختلفه. ايضا بنلاقي الطريقه اللي قلت عليها سيادتك الفاست فود اللي هي الاكل الغير صحي اللي فيه الدهون المهدرجه وحاجات زي كده. ايضا بنلاقي الاسلوب الحياه اللي اتغير، كل واحد قاعد في مكانه، الريموت جنبه بيحاول يتحرك ما يتحركش، بقت المشكله اسلوب الحياه، بقى فيه نوع من الطريقه اللي فيها الانسان بقى تقيل وحركته بقت قليله. ايضا ما تنسيش العادات الغريبه، ان الواحد يدخل سوبر ماركت ما فيش في مخه حاجه يشتري كل حاجه، الواحد بيقعد ياكل او بيبص على التلفزيون وبياكل،
ده بيديكي فرصه انك انت تاكلي كتير بطريقه غير منتظمه. كمان الأسوأ من كده ان الوجبه الرئيسيه بقت تتراكم دلوقتي اسفل لاخر اليوم، وبعدين الواحد بياكل وينام، لا في حركه ولا في حاجات زي كده. كل دي مجتمع اديتني مشكله السمنه او اللي بقى دلوقتي مرض العصر. ايه هي التغيرات اللي بتحدث في الخلايا الدهنيه وتجعلها غير قادره على استيعاب الكم الهائل من الدهون؟ شوفي يا استاذه، انا سعيد بالسؤال ده، لان الخلايا الدهنيه بتتصرف تصرفات غريبه. قبل مرحله البلوغ بنلاقي الخليه الدهنيه بتنقسم في العدد، بيحصل حاجه اسمها هايبربليزيا، يعني الخليه تبقى 2 تبقى 10 تبقى 50 وهكذا. بينما بعد مرحله البلوغ اغلب الخلايا الدهنيه بيحصل فيها كبر في حجم الخلايا. معنى كلامي ده ايه؟ معنى كلامي انك انت لو فكرت تعملي شفط دهون في واحد قبل مرحله البلوغ او واحده، دي ممكن تبقى مشكله، لان ممكن يحصل تنشيط لهذه الخلايا الدهنيه ويرجع تاني المشكله نلاقيها بقت مشكله اكبر. فمن هنا بنقول ان شفط الدهون يسحب ويفضل دائما ان احنا نجري بعد مرحله البلوغ. يمكن اللي احنا بنعرضه دلوقتي ده قدامك يا استاذه طريقه من طرق شفط الدهون. شفط الدهون بيكون بطريقه من ثلاث طرق، ودي زي ما اتفقنا موجوده في السمنه الموضعيه. الطريقه الاولى اللي فيها السيرنج تكنيك او الضغط السلبي او الجهاز، ان سيادتك بتدخلي سرنجه باحجام مختلفه في اماكن مختلفه تقدري بيها تشفطي الدهون الموجوده في هذه المنطقه، ودي بيكون فيها ضغط سالب هو اللي بياخد الدهون معاه، ودي من الطرق المستحبه جدا لو هتعملي عمليه بعد كده زي حقن الدهون لو هتعملي عمليه. اللي بنعرضه قدامك دلوقتي يا استاذه برضو دي الطريقه الثانيه اللي هي شفط الدهون عن طريق الموجات التصادميه. زي ما انت شايفه. اه يا دكتور اشرح لنا على الصوره. بالظبط، انا عندي دلوقتي الجلد ده بتاع البطن ببتدي احقن محلول ملح، زي ما انت شايف الجلد بيتخن كتير ويتملي. وبعد كده بدخل بالجهاز بتاع الموجات التصادميه اشفط هذه الدهون اللي تم فيها حقن محلول ملح، هيبتدي قدامك هتشوف المنظر ان الجلد هيبتدي يهبط 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 وتبتدي الجلد يرجع للوضع الطبيعي. يبقى الموجات التصادميه بتحقني سائل دايما بيكون محلول ملح اللي هو كلوريد الصوديوم، هذا السائل يبتدي يكبر بجدار البطن يفك الرابطه اللي موجوده بين الدهون، وبعد كده بستخدم الموجات التصادميه في اني ابتدي اشفط الدهون. زي ما انت شايفه الابره بتاعت الخبطه التصادميه يبتدي الجلد نفسه يهبط، سطح الجلد يهبط لغايه لما يبقى خلاص الجلد لازق على العضله. يا دكتور ان سطح الجلد بيهبط، طب هل احنا محتاجين بعد كده بالظبط لعمليه شد جلد، ولا الجلد بيكون مرن فيرجع تاني لطبيعته؟ بالظبط زي ما سيادتك قلتي ان العمليه دي لما تعمل في صغار السن بيكون الجلد بارنج، في حاجه اسمها الاستيك ريكويل، زي الاستيك الجلد بيكون مشدود من وجود الدهون بيبتدي يرجع مكانه تاني. طبعا بس المريض بيكون محتاج ان انا اعمل له كرسيه، لازم يكون رباط ضاغط او حزام ضاغط او كرسيه، والا يبقى انا ما استفدتش من عمليه الشفط. ايه الفرق يا دكتور بين شفط الدهون بالموجات التصادميه وشفط الدهون من خلال السرنجه؟ كل واحد ليه مميزه وعيوب. من خلال السرنجه انا ممكن اخد الدهون وابتدي اركزها بطريقه معينه وابتدي اشفط هذه الدهون احقنها في مكان تاني. اللي احنا بنعرضه قدامك ده يا استاذه اللي هو شفط الدهون عن طريق الليزر، ويمكن لما تشوفي اخر الابره بعد كده هتلاقي في ضوء موجود تحت الجلد، ده الشفط عن طريق الليزر. دي الطريقه الثالثه من طرق الشفط ان احنا بنعمل عن طريق الليزر، برضه ليها مميزات وعيوب. لو قلنا عن طريق السرنجه فزي ما بقول لك دي طريقه امنه جدا، وتقدر ناخد الدهون ونركزها ونبتدي نعملها في عمليه حقن تاني او حاجه زي كده. انما الموجات التصادميه فيها مشكله، فيها ميزه كبيره قوي انك بتدخلي الموجات اللي هي لا تؤثر على الاورده ولا الاوعيه الدمويه ولا الشرايين، وبالتالي يبقى ما فيش نزيف موجود بالنسبه لي تحت الجلد. لكن من عيوبها ان انا ما اقدرش اخد الدهون وابتدي اعيد تركيزها علشان اعمل عمليه حقن دهون. ده منظر الجلد بعد عملية الشفط بطريقة معينة. ممكن عن طريق الليزر برضو بنعمل شفط عن طريق الأماكن المختلفة وهكذا. محتاجين نتكلم أكتر عن ترهلات البطن، بس نستقبل التليفونات. معانا نورة من القاهرة. صباح الخير يا نورة. صباح النور. اتفضلي. لو سمحت بس عايز أسأل الدكتورة عن أنا عندي كرش، أنا يعني أنا سقطت مرة ومعاي وحملت مرتين يعني أنا وفيها كرش. طيب هنرد عليكي. حاضر. نفس الموضوع اللي احنا بنقول عليه، السمنه المتوسطه السمنة او ترهل عضلات البطن، او ممكن ما يبقاش في سمنه بس في بطن ترهل عضلات البطن، ويبقى الوزن مثالي ولكن في ترهل في عضلات البطن. طيب قبل ما نرد عليها معانا ام سمر. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 7 سنين ومن قيمه سنتين كده هو جالها صمت في وشها،
عالجته لها الدكتوره، بقت تديها حقنه في كل حبايه في وشها عند دقنها عشان تعمل لها عمليه كي. طيب ام سمر، انت قلتي بنتك عندها 7 سنين جالها ايه في وشها؟ صمت. طيب انا بقالي 3 سنين دلوقتي عماله اعالج فيها من دكتور لدكتور، مره دكتور مثلها، مره دكتور عمل لها عمل لها ليزر ومفيش فايده، والصمت بيزيد، وقالوا لي ده نقص مناعه، وفي دكاتره بيدوني ادويه للمناعه تقوي المناعه، بس انا مش شايفه ان في نتيجه خالص، وتعبت والبت نفسيتها زي الزفت، لان كل دكتور اروح له كل دكتور بعلاج، يا اما يقول لي ده عايزه كي ويروح، يا اما يقول لي عايزه ليزر، والليزر بشوفه وما بيعملش حاجه، والبنت بتتعذب قدامي. ماشي اوكي. هنرد عليكي حاضر دلوقتي. معانا رحاب من اسكندريه. صباح الخير يا رحاب. صباح الخير. اتفضلي. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير يا دكتور. بعد اذن حضرتك، انا والدتي عندها 65 سنه، مؤخرا بدا يظهر كده في بدايه الخد من فوق التهابات بتجيلها متكرره، الجلد بيحمر، بيظهر فيها كده بتضرن شويه، تحرقها، مجرد ما بتستخدم ملطفات موضعيه هي بتروح، بتقعد يوم اثنين بس. بصراحه احنا ما راجعناش دكتور قبل كده في الموضوع ده. خدين؟ رحاب، انت بتقولي الالتهابات دي في خدها صح؟ بالظبط، في الخد من فوق كده. وليها متكرره كتير. عمرها قد ايه؟ هي الوالده عمرها 65 سنه. ما كانتش بتجي لها قبل كده، هي بدات تظهر مؤخرا. تمام. عايزين بس نعرف هل هو مرض جلدي او حاجه نراجع فيها دكتور، ولا هي مجرد ما بتروح بالمنظفات الحمد لله يعني بتبقى كويس. تمام. هنرد عليكي حاضر. معانا عيد من المنوفيه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضل. طبعا نور يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل لحضرتك، بس اسمعنا من التليفون بعد اذنك. صباح الخير يا دكتور. اهلا، صباح الخير، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، كنت بعاني بس من مشكله دايما الاكل قبل النوم، يعني مش قادر ان انا ابطلها، مثلا دايما برجع من الشغل متاخر ف بيزيد عندي ترهلات البطن جامده، دي مشكله، بس كنت عايز يعني ايه يعني زي ما انا اجي قبل الاكل، يعني مثلا ايه من ماشي اوكي. طيب هنرد عليك حاضر. طيب خلينا كده نرد على التليفونات. الاول كانت معانا نوره وكلمت عن موضوع الكرش وترهلات عضلات البطن، بيبقى ايه الموقف؟ هل ممكن تمرينات رياضيه ولا لازم تلجا بقى لعمليه من العمليات اللي اتكلمنا عنها؟ لا، هو عاده احنا محتاجين لتمرينات رياضيه، ان احنا نقوي عضلات البطن، يا اما تنام على ظهرها وتثني رجليها ناحيه البطن، يا اما تقعد على رجليها قاعده وتفرد وتثني بطنها. الحقيقه دي بتبقى كافيه في حالات كتيره جدا، ودايما ننصحها ان هي بعد الولاده تهتم بانها تلبس كرسيات معينه وتبقى في مشد البطن وحاجات زي كده، لكن لو ترهل كان زايد بنسبه معينه لدرجه انه عمل فتاء في عضلات البطن وابتدت العضلات يحصل بروز، في الحاله دي هي محتاجه ان هي تعمل عمليه شد بطن وتقويه هذه العضلات اللي موجوده. طيب ام سمر بتقول ان بنتها عندها 7 سنين وموضوع الصمت اللي بيطلع في وشها وبقى لها 3 سنين بتعالجه ومفيش فايده. شوفي، احنا نمسك السبب في الاول. الحقيقه الصمت ده فيروس، والفيروس ده بيتنقل بالميه، فهذه البنت طبعا انا اخاف مش من وشها بس، ده البنت بتستخدم كل ملابسها الداخليه، بتبتدي تتشطف وتعمل حاجات، الصمت ده بيتنقل من مكان لمكان. اولا هو بيتنقل بالميه عاده، فدي واضح ان قصتها مع الصمت ان هي بتستخدم ميه كتير قوي، كل ما تلاقي صمتة بتغسل ميه تلاقي نفسها متضايقه شويه تغسل تاني اكتر، هنا دي مشكله كبيره قوي، ودي اللي بتساعد ان الصمت انه يتنقل. في بحث جديد جدا اتعمل دلوقتي، وده اتعمل في كليه الطب جامعه عين شمس، والحقيقه البحث ده كان بيقول ان احنا بنحقن ماده معينه اللي هي التوبركلين، ويمكن الدكاتره اول مره تسمع هذا الكلام، والحقيقه احنا بنحقنه وده ماده اسم علمي على فكره، بيستخدم موضوعيا في الحقن في اماكن الصمت المختلفه من غير ما نعمل كي، من غير ما نعمل استئصال جراحي، بيؤدي الى ان هذا الفيروس في مكانه بيبتدي مناعه الجسم تزيد ونقدر نتغلب عليها. فدي حاله محتاجه للمناظره، انا ما انصحش ابدا بحاجات الكي، الليزر ملوش دور خالص في علاج هذه الصمتات الا اذا كنت هستأصلها احرقها واقطعها، انما اذا كنت هستعامل معاها كنوع من وقف نشاط الفيروس فغير مستحب، يبقى هذه الحاله محتاجه للمناظره، واتوقع انه طالما كتير في هذه الحالات ان احنا نعمل الحقن الموضعي اللي نقدر بيه نتغلب على هذه الحاله. رحاب اسكندريه قالت ان والدتها عندها 65 سنه وعندها التهابات بتظهر في اعلى خدها، بتبقى لونها احمر، بس بمجرد ان هي بتاخد ملطفات بتروح يوم او يومين، بس التكرار الموضوع ده ايه؟ ده مرض جلدي ولا ده ايه؟ لا، هي دي حاله مشهوره جدا في كبار السن.
ان دايما بيلاقوا نفسهم ان يقول لك الجلد مش نظيف فتروح تغسل وشها، بعد شويه تقول الجلد مش نظيف تحس بحرقان فتغسل وشها، بيبقى غسل كتير جدا، بتكون النتيجه ان الطبقه الكيراتينيه اللي ربنا خليها على الجلد من بره على البشره تحميها بتبتدي تتشال. دي بدايه تكوين اكزيما جلديه. بعد شويه هتلاقي هذا الحمار ابتدى الجلد يقطع يعمل مشاكل، لان الجلد بيحصل فيه نوع من الجفاف. السبب الاساسي سوء التعامل مع الميه، المعامله ان دي ملطفات موضعيه ونقلل استخدام الميه بالذات في الاماكن اللي فيها هذا المناطق الاحتكاك او الاكزيما هترجع الحاله طبيعيه كما كانت. انما اذا حست كل شويه ان هي مضايقاها وهتعمل حمار وهتغسل جلدها وبعدين تحس ان في اكلان وتغسل تاني وتالت ورابع، هتبتدي المشكله دي تبدا من هذا الحمار البسيط اللي قدامنا انها تعمل تقطيع في الجلد وتعمل له مشكله كبيره اكبر من كده. فيبقى التعامل مع الجسم مع الملطفات هو السبب الاساسي في هذه الحاله. عيد من المنوفيه اتكلم عن المشكله ان هو ما بيقدرش ياكل الا بالليل لان دي طبيعه شغله، وبالتالي بيحصل تراكم للدهون عنده. لا، عليه ان يتحمل المسؤوليه لان ده اسلوب غذائي غير مستحب. لازم يظبط طريقه اكله، لازم يبقى الوجبه الاساسيه بتاعته موجوده في وقت معين من داخل النهار، لازم يحاول يتحرك بعد الاكل. انما مش ممكن هنقول له خد ادويه وخد كل الاكل اللي تعجبك وروح نام، ده ممكن مع كبر السن بعد شويه تحصل له مشاكل نتيجه النوم وتبقى الحكايه فيها غير مستحب. معلش يا دكتور نستقبل تليفونات تانية. معانا رقيه من القاهره، صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. بقول لحضرتك بعد اذنك يا دكتور، انا دلوقتي ابني كان عنده حاجه اسمها حزال من حوالي يا دوبك سنه بالظبط كده. الحزاز ده عباره عن حاجه جلدي بيتحرق كده فيه، وانا رحت بيه مستشفى. مكانه فين؟ في مرداش. طب رقيه هو مكانه فين؟ في مقدمه الراس. كان في جسمه كله، او الاول كان في ايده وبعدين ابتدى في جسمه كله وابتدى في رجله وفي وراكه، وبقوا يدوني مراهم ولبسوا اكياس وحاجات زي كده. المهم الحاجات دي كلها الحمد لله الحمد لله ما فيش حاجه. دلوقتي هو مركب في كف ايديه وكف رجله، ودلوقتي بقى عندي عين تحت عينه، ولما بيجي يضحك بحس بكرمشة وشه. فانا مش عارفه بقى اعمل ايه. هنرد عليكي كل كام يوم اروح للدمرداشي تقول لي هو المرهم اللي هو الدبر المبت. لا هنرد عليكي حاضر دلوقتي. المبت دوت انا دلوقتي بستعمله له، بس ما فيش، مش شايفه برضك نتيجه، مش عارفه بقى اعمل ايه. الحلقه بقى هل ده ممكن يترد تاني عليه؟ مثلا يعني ممكن مثلا في دخول الصيف، هو جاله في شهر 7 السنه اللي فاتت، هل ممكن في دخول الصيف برضك يترد عليه تاني ولا اعمل ايه؟ مش عارف. طيب حاضر هنرد عليكي وسلامته الف سلامه. معانا مروه من الجيزه، صباح الخير يا مروه. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الصراحه رئيسي عندها تجمع دم تحت عينيها، فهي دلوقتي عندها 10 سنين. دموي ولا دهون؟ تجمع دموي ولا دهون؟ لا تجمع دموي، حاجه زي دموي يعني. طيب هنرد عليكي. بعد طب مروه معلش، هو دكتور عايز اسالك اسئله، هو في الناحيتين التجمع الدموي ده؟ ناحية واحد. فين؟ زي الوحمه كده، زي الوحمه. واحدة بس ولا ناحيتين؟ واحدة ولا في العينتين؟ لا ناحية واحد بس. واحدة بس. طيب هنرد عليك. طيب نرد يا دكتور على مروة كده بسرعة. اللي هي كان عندها الوحمة الدموية. الوحمة دي الأخرانية. هي طبعا ده بيبقى نوع من أنواع الأورام الدموية الوحمات، ودي محتاجة للتدخل الجراحي للتعامل معها. بس قبلها احنا بنستخدم أنواع معينة من الليزر. لو كانت دموية زي ما هي قالت بنستخدم نوع معين من الليزر علشان نقلل من نشاط هذه الأوعية الدموية، غالبا بيكون الامدياك او الداي ليزر او حاجات زي كده. دي اسامي كلها بتتعامل مع الوحمات الدمويه، وبعدين بنحتاج نعرف الاساس الجراحي بتاعها وبيتم التدخل الجراحي بتاعها. بس عاده دكتور التجميل بيعمل شد للجفون في الناحيتين. طيب رقيه كلمت بسرعه عن موضوع الحزاز. انا اشك في التشخيص لان الحزاز عمره ما بيجي في بطن الايدين، الحزاز دايما بيجي في مقدمه الراس او في الخدين والوش بصفه عامه او في المنطقه التناسليه بصفه عامه. هي قالت كل جسمها وايديه ورجليه والحاجات دي كلها، التشخيص اعتقد انه في نوع من الشك. لكن هي المشكله الحاجه الثانيه، هي قالت هيرد ولا لا؟ هيرد. والسبب ايه؟ احنا مش عارفينه. الحزاز ممكن يكون لو كان التشخيص مظبوط التعرض للشمس يسبب حزاز، وعدم التعرض للشمس يسبب حزاز. فهي بقت المشكله بقت عباره عن علاقه الاشعه الفوق بنفسجيه مع الجلد نفسه. لكن اشك ان الحزاز يجي في بطن الايدين او بطن القدمين زي ما هي قالت، الحاله موجوده فمحتاجين للنظر الحاله.
هنتكلم عن ايه المره الجايه ان شاء الله يا دكتور؟ ممكن نتكلم الحلقه الجايه عن جمال العيون طالما البنت اتكلمت عن الهيمنجيوما في العين. خلاص يا ريت يا مروه تتابعينا ان شاء الله المره الجايه هنتكلم عن جمال العيون وهنتعرض طبعا لموضوع الوحمات الدمويه. بشكرك جدا دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. ومشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل فقرات وحوارات. صباح الخير يا مصر.